وتمتعاوش جبدوا لي اكرام واتمنى لنا الشفاء العاجل. وباقا زدت تمثل علينا فينا هي الوعود اللي قالت لنا راجلي تيضربني اذا هي تخرج وتعاود تدق لانه مي شافتني خرجت من الموضوع تتعاود تجبدني باش نبلبلوها حيت هي باغا البوس. انا فرحت مني قلت الحقيقه. علاش؟ لانني عارف القادم صادم، عرفت ان داكشي اللي جاي صعيب ماشي عليا، لانه واحد الناريات غادي يجي قريبا تكشف الحقيقه وغادي نكون انا بريء منها. غادي نقول الله واخا ينوضوا لها ولا ينوضوا يهضروا الناس يقولك الزروالي بريء، انا برأت اللهم اني بلغت فيا ربي فاشهد انا بريء. اخوتي متعاوش جبدوا لي اكرام واتمنى لها الشفاء العاجل واتمنى لها مسيره موفقه، وانت نتمنى انه حتى واحد ما يخرج من عندها. بالعكس انا ما تنحرش الناس على الناس ديروا لها، هي انا برأت راسي، فهمتوا اخوتي الاعزاء؟ انا برأت راسي لانه اليوم جاوني واحد الميساجات خويا تنعتذروا منك وليت عرفنا الحقيقه الله يسامح، ولكن انا برأت راسي. الله يرحمكم الوالدين اخوتي الاعزاء، حتى شي واحد ما يعاود يجبد لي اكرام في اللايف ديالي الله يعطيكم قصر في الجنه. انا قلت لكم شنو كاين وانتم غادي تكتشفوا وانتم راه عارفين، وحنا تنتمنوا اكرام ترجع للطريق. راه ما حدا غادا فهاد الشيء وهي راه غادا ما تزيدش الشبره، لانه اكرام اخوتي الاعزاز عائلتها بغاو يطلعوا قنوات عليها، اخر مسجد بغاو يطلعوا قنوات وبغاو هاد البلباله باش دير البوز باش تخرج في اليوتيوب وكذا، فهمتي؟ ولكن انا ماشي سوقي ولا لا اخوتي الاعزاز، انا قلت الحقيقه وقلت شنو كاين باش ما ندخلش واحد اللعاب ديالهم، باش نهار اللي تعرفوا كل شيء في دقة واحدة نكون أنا بريء، ما يجيش شي واحد عندي ويقول لي الزروالي. أنا برأت راسي وباقا زدت تمثل علينا فينا هي الوعود اللي قالت لنا راجلي تيضربني وأمي تضربني وهذا بغات ترجع نفس التمثيل. أنا ارتحيت، أنا منين قلت الحقيقة حسيت براسي الداخل فرحان ناشط. علاش؟ حيت قلت الحقيقة وبرأت راسي لأنني عندي سمعة كبيرة وعندي جمعية كبيرة وعندي قيمة عند الناس، لأنه عرفت شي نهار اللي تجي وقلت لكم الحقيقة شحال كان عارف، حيت أنا عارف راسي عندي أعداء، عارف غادي ينوضوا ويسبوني ويقلبوا ولا والأسرار، هادشي كنت عارفه، واش هادشي ما عارفوش؟ راني عارفه تيتسناوني نغلط أو تنتسناو شي حاجة، ولكن أنا كانت عندي شجاعة باش نقول الحقيقة اللي اكتشفتها خوتي شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، باش وحده دي دير ستوري وباقا زيد تمثل عليكم كما اذا هي تخرج وتعاود تدق لانه مي شافتني خرجت من الموضوع تتعاود تجبدني باش نبلبلوها حيت هي باغا البوس. عافاكم فهموا الله يعطيكم قصر في الجنه. فعلا كاين التمثيل حيت المسلسل ملي تيبدا المسلسل عنده نهايه والفيلم عنده نهايه، راه العيب هو واحد الانسان تيجي عندك وتيقول لك الزروالي وتيعاود لك اسرار ديالو وتيثيق فيك وتيدخلك لدارو وتيامنك على ماله تيامنك على بنته على الجوجه ديالو على اسرار ديالو وتتنوض تفضحو، هذاك هو العيب. اما واحد الحال واحد انسان انا ما تنهضرش على اكرام، واحد الانسان خرج اسرار ديالو المواقع الاجتماعيه فضروري خص تقول الحقيقه. اذا كان انه اي واحد خصو يخلي الاسرار ديالو بعيدة على المواقع الاجتماعية باش يعيش مرتاح. علاش انا ما تنوريش مرتي؟ وانا راه مرتي راه زوينة ما شاء الله، نوري مرتي راه تجيب لي مشاهدات كبيرة وتهضر معاكم بالانجلي وتهضر معاكم بالالمانية وبالفرنسية وبالاسبانية وبالمغربية وتكتبها لكم. الموضوع ديالها راه هي ديجا في النوبة الاولى، راه صاحبنا في النوبة الاولى انه قالك اجي عندنا، مشينا تخبعات ما بقيناش نشوفوها، من بعد قالك صافي شنو غادي ندير اختي؟ بغيتيني نكمل في الموضوع ديالها؟ شنو غادي نزيد نمثل؟ وانا ما هذا هو علاش انسحبتي؟ وشنو غادي نزيد نكذب؟ ما نكذبش. اذا قلت اخوتي الاعزاز الحقيقه سالينا، اذا نزيدو مدار نهضرو عليها ما يمكنش. صافي صافي ماشي هي كاينه، كاين مواضيع اللي اكثر من هذيك السيده، كاين الناس مساكين اللي مظلومين، هي الاخت سعاد مسكينه تحت التراب، هو الرجع ديالها باقي تيطلع وتيسبها وهي تحت راب وتيتهمها بالفساد وتيتهمها بانه كانت عايش معها حياه معذبه وانه زيد وباقي تيكذب على الناس. تقول يا الزروالي حنا راه تصدمنا وتنعتذر منك، والاخر يقول لك اعتذر منك، شوف انه راه باقا تتجبدك تدق عليك. اما عندها ما تدق عليا،
هو بحال الملف ديال سميره، واش تفرجتي ولا ما تفرجتيش الملف سميره؟ انت ما عارفه السميره اللي راجلها تيربح 20 المليون في الشهر الشريف، ومسكينه تعطيها 100 درهم، والنهار اللي هضرت على حقها وهي معاه في اليوتيوب تهمه بالفساد، ونايضي لها القنوات كاملين حيت هو قناه مليونيه دي بارطاجيهم، وغادي تجي انت والمجموعه وغادي تبرأ سميره من الفساد، وغادي تشد لها حقها، وغادي تجيب محاميه، وغادي تدابز معاه هو قناه مليونيه و 60 الف واحد محامي فيك، وحنا اربعه الناس ولا خمسه الناس، وغادي توضح كيف انه سميره مظلومه ولا غير فاسده. واول حاجه ديال تحارب شي نهار اللي هضرت على سميره 20 الف ابوني مشات ليا في ساعه، حيت كان كلشي ضدها، حيت هو هذيك مربوحه كان تيبين وراسو واعرين وعائله محترمه، كان شاد الشعبيه خايبه. اول فيديو ديالي مع سميره 20 الف ابوني مشات ليا من القناه ديالي. اذا كيفاش غادي، واش غادي نكمل ولا غادي نحبس؟ قلت معليش هلا يقلب باب هذه القناه هذا على الحق، غادي نوريك شنو هي المصداقيه. تعلم عند يوسف الزروالي، هضرنا بيناتنا في الجروب في المجموعه مع الاخوان والاخوات. اول حاجه اللي غادي نردوا المصداقيه ديالنا وغادي نبرئوا سميره وغادي نردوا لها واحد 10% هو ندورو في الشوارع. شنو درت ايها الكسول؟ مشيت لفاس ورجع للقناه المليونيه ورجع للفيديو ديال قبل رمضان ديال ماشي هذا الاخر اللي فات، تندق في الديور السلام عليكم على المباشر، خالتي بغينا واحد الشهاده لله. نعم ولدي، واش هاد سميره اللي كبرات حداكم واش بصح فيها هاد الشيء؟ راجل تيقولها فاسده؟ لا ولدي، وناس كبار، اما كاين غير الله. هاد البنت كبرات حدانا الدار الثانيه الاولى فين مشات خدمه سميره كتدير الحنه درنا كلشي الحمد لله. هذيك النهار رجعت لي 10000 ابوني ديالي، وبزاف د القنوات اللي ولاو تيدافعوا على سميره، ولينا تنبينوا بانه سميره راجلها تيربح 20 مليون في الشهر، 30 مليون في الشهر واحد في اليوتيوب، 30 20 مليون في الشهر، ومسكينه ولادها تيلبسوا صنداله مقطعه. لا يعقل انه راجل تيربح 20 مليون 30 مليون ومراه مسكينه تيلوح لها 100 درهم في الحد ديال الحمام في الشهر، وهي اللي طلعت له القناه. هذا ظلم. شنو دار هو راجلها من حصل ناض؟ قال لهم انا ما عمرني اتهمت مرتي بالفساد. ها شنو ناض سميره منين راجلها برأها؟ ناض راجل سميره قالت لهم انا ما بقيت باغا لا نفقه ولا والو، انا احسن حاجه هو برأني من النصب من الخيانه. اذا ها هو ولاو الناس ضده، انت كذاب. وبقينا غاديين، عرفتي شحال دار عليا من شكايه؟ راه شي 6 شكايات اللي تيتسناوني ولا 7، تاينا داير عليا تاينا سبني وعايرني وكلشي. هذا هو انه تشد واحد السيده مظلومه وكانت تفكر في الانتحار، وتشد الملف ديالها وتخدمو به جداره واستحقاق، وترد لها الاعتبار. وسميره دابا طلقات من راجلها، وخرجت لها المحكمه 35 المليون، والقناه ديالها كبرات ودارت مشروع. هذا هو المصداقيه، ماشي نشد واحد ونحلبو، نحلبو مزيان وفي الاخر نطلقو. واين هي الوعود؟ تبارك الله عليك، الوعود باش وعدتي الناس بانه واحد الملف غادي دير فيه، لانه ملي تمشيو حنا عند الاستاذه ديالنا المحاميه الاستاذه الروكاني، تنقول الاستاذه الروكاني واش هاد الملف شنو تتقولي فيه؟ واش هاد الكلمه نقولوها ولا ما نقولوهاش؟ تقول لك يوسف هاد الكلمه راه ما خصكش تقولها، ما غاديش نعطي له وعود الكاذبه، لانه في النهايه لانه تحفه. علاش طاحت له المصداقيه؟ علاش طاحت له المشاهده؟ لانه الناس يتفرجوا وما تيشوفوش النتيجه ديال الكلام اللي تيقول، لانه مغاربه اذكياء. ماشي تتقول لهم شوفوا هاد السيد راه شوف فين ناعس من هنايا شهر غادي يولي بدار، تتقول لهم ها انت عايش في بيت ها هو ولا في دار، عايش براك هو في دار. الناس راه اذكياء، ولكن الناس سيلوموني لانه انا كان عندي دور هو نكون كاين البطاله وكاين البطل وكاين كوكو بيبي وكاينه كوكويا، ونبدا نديرو بلوكات وفيديوهات وكذا وكذا والتمثيل. ولكن لا، حنا ما رباوناش الوالدين باش نمثلو، لان انا ما تعرفش ندير التمثيل، تعرف من الحقيقه. داك الشيء اللي درتي لدنيا باطمه راه كون دوزاتو حبس، ولا العذاب اللي عذبتيها يوميا وانت شاد عليها سلسله. هادشي باش قلت لك اللي غلب يعف،
واخا تكون هاد السيده غلطات، ماشي ما غلطات، غلطات وغلطات، بركه صافي يكفي يكفي. ماشي انا تنضرب في القضاء تنقول القضاء راك ظلمتي دوني باط، انا ما عمري قلت هو سقسي لي الباب، انا ما قلتش، انا ما قلتش، قلت لك ارحم من في الارض يرحمك ما في السماء، يكفي. درتي عليها فيديو، درتي عليها فيديو، انا براسي انتقدتها، سيروا تشوفوا الفيديو ديالي محيتهم صافي. درت فيديو الاول الثاني الثالث، انتقدتها لانه هي انتقدتني بطريقه غير مباشره، جبت لها نيشان وما كنتش حقود باش نشد فيها يوميا، انه ما يحسن ليش الشرف انه ما نقدرش نطلع فيديو ونقول لها الشيء هذيك اللي فكر شكرا ماشي ولدك، هذيك اللي فكرشك راه ماشي ولدك، عيب. صافي شديتي عامين في هذيك السيده، طلبتك تبعد منها بكل روح حياديه، خلي القضاء يدير خدمته، حنا عندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي، راه ماشي اي واحد الا شكرنا دنيا باطمه بانه حنا راه ضد المديمي، ولا شكرنا المديمي الله يطلق صراحه وحنا ضد دنيا باطمه، ولا شكرت انه اخ مروان برلين انا ضد تحفة، لا، هذه حرية ديالي. اذا انت اخ تحفة ما عندكش مع دنيا باطمة وما عندكش مع ما عندكش، اذا انا ما خصنيش نهضر مع هاد الناس وما خصنيش نشكرهم في اللايف ديالي، هذا ظلم، هذه حقرة. اذا خص انت اللي بغيتي تسير اليوتيوب خصني نهضروا مع اللي تيهضر معاه السي تحفة، نهضروا معاه، واللي ما تيهضرش معاه السي تحفة ما نهضروش معاه. ودابا الغالب على الامر ديالو، الامر انه كاينين شي وحدين مشى جابو مي المديمي، اجي راه الزروالي ضرب فيك، اخر ما كاين في الكذوب، اخر ما كاين في الكذوب، وطالعه مي المديمي تتبكي. المهم انا ما عمري سبيتك، بالعكس نتحداك، انا عمرني جبتك، انا دائما المديمي تنقول الله يطلق سراحه، الله يطلق سراحه، وانت بحال الوالده وفي المرتبه ديال الوالده، وحتى انا دوزت الحبس وتنحس بالوالدين، وشت الام ديالي تتبكي عليا، وشت الام ديالي تتعذب، وشت الام ديالي نهار اللي خرجت كيفاش فرحات. علاش دوزت الحبس؟ دوزت الحبس لانه داروا عليا واحد المؤامره، فهمتي، داروا عليا مؤامره مع عند شي ناس اللي هما من هنا، وتعطات عليا فلوس كثيره وتجمعوا ودير شكايه دير شكايه دير شكايه، وانا درت واحد الخطا، وانني كنت باغي نرجع عند وليداتي، وانا درت بهم شكايات وخطات في حق سيد الوكيل، سأت الى سيد الوكيل واخطأ حقه، هو اطيب خلق الله، وقص المؤسسات ديال النيابه العامه، فهمتي، وهما لا داعي انه خصو يجبدوا الكودنيك مزيان، دخلوني في شكايات واحد اخرين، ودوز 7 شهور ديال الحبس، ودوز 7 شهور ديال الحبس راجل، وانني كان بامكاني نخرج، ولكن انا بقيت شاد، بغيت براءتي، اتهموني بالنصب وخيانه الامانه، وتهمتني بان واحد السيده عطاتني 20 د المليون، وتهموني شي وحدين بانه هذاك باين ايه بانني نصبت على بنته وحده، وجمعوا كاع داك اللي درت له فيهم الخير كلهم شدوا فلوس عليا، وخرجت براءه من النصب وخيانه الامانه. النصب وخيانه الامانه ما كايناش براءه، لا ابتدائيا ولا استئناف، وتعاقبت على شي حوايج هما تشغير، المهم نتوما الخبر في راسكم، هذا هو اللي كاين. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.